يا قايد النسخة سبحان ما لم شابك مثل ما شابني سبحانه يا قايد النسخة في سؤال يسألون عن الردع الفتيلة متى تطفي؟ ما راح تطفي لليوم التسعين حتى وطلعت ابراهيم. طيب يا قايد النسخة زايد بن ناجية يطلب من الله ثم منك ترشيحه بمنصب جديد وهو لا يستحق المنصب اللي تعطيه اياه. لا يستحق المنصب يستحق صح. كيف انتم يا رجال؟ اجرين ادعى الرجال يا ابو زايد بن ناجي بيحطه في منصب هو اللي معه ولا يولع الفتيله. ولد يسبني. لا 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 ليش؟ حطكم شباب الضوي يعني احد يجمع حق واحد يشيل بالضوي. سم هل صحيح يا شيخ ان الليله شيخ منو انا قايد النسخه هل صحيح يا قايد النسخه ان الليله انت معشينا على طلي هنا؟ لا يا الله صحيح انا ما ذكرت لا صحيح لما ذكر غير صحيح لا صحة لما ذكر. اسنادك ضعيف يا عبد الرحمن بن خشمان وزايد بن ناجي. اسمع انت تقول ابشر بالماء وخلخض الماء. ايه وين الخلخض الماء؟ وين خلخض الماء؟ ما هو بكره ها متى؟ نخلخض بعدين. حفلة يا رجل حفلة خلك قريب عنده هذا. تعال 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 لا تخلص شيء. تعال يا قايد يا شيخ. من اللي حاذف القوطي؟ ها اسلم. متى ان شاء الله نخلخض الماء؟ ما كذب فيها اذا مر الله. طيب هل صحيح مو صحيح انك تبي تغير المعاونين اللي معك؟ لا ابو نحنح ابو نحنح وفؤاد ولدي فؤاد ولدي وحاتم اللي هو مطحس تعال مطحس يا زكريا سم فؤاد زكريا انا ابو زكريا ده زكريا هذا بابا يا زكريا بابا زكريا هل يوجد عندكم لبن؟ حنا نخضخض الماء ونخضخض اللبن كلها تبونها لبن وتبونها ماء كلها لا عاد صدق تبونها مخلوط عبيلة كلها ما تعرف ده سمن. طيب يا قايد النسخة من هو اللي يضحك على طموحك اللي اليوم تقولها لنا العصر؟ وش طموحك انت؟ طموحي ايه نخضخض الماء لا 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 ايش معنى نخضخض اللبن؟ انت لا تخض شيء علمنا عن طموح. ما اقول لعبتينا